طيب عندنا مباراة مهمة جدا لا تقل أهمية عن مباراة الجزائر، لأن خلاص أنت رايح لمرحلة النوك أوت، يعني يا تكسب وتكمل يا تخسر لا قدر الله وتخرج. واجهة المنتخب الأردني إن شاء الله يوم السبت القادم في الدور ربع النهائي في كأس فيفا للعرب. عايزين نلقي الضوء أكتر برضو على منتخب الأردن وإزاي بيستعد لهذه المباراة ومشاركة مميزة في كأس فيفا للعرب. أذهب مباشرة إلى الأستاذ أشرف علي الناقد الرياضي الأردني، بالتأكيد أكثر المتابعين وأكثر الناس اللي ممكن يفيدنا في كيفية استعداد المنتخب الأردني لمواجهة منتخب مصر. أستاذ أشرف مساء الخير على حضرتك، وبرحب بيك على شاشة قناة الأهلي. مساء الخير كابتن محمد سعيد، أهلا بك وفي جميع المشاهدين في مصر وفي جميع العالم العربي، تحياتي لك كابتن. أهلا بيك وبسعد دايما بوجودي معاك، وأسألك بالتأكيد على منتخب الأردن. طبعا عامل نتائج مميزه في كاس فيفا للعرب، كان في تغيير للجهاز الفني، نتائج في التصفيات الاسيويه لم تكن على ما يرام، لكن في هذه البطوله النتائج على اعلى مستوى بقياده طبعا المدرب القدير الكابتن عدنان حمد. نعم كابتن محمد، المنتخب الاردني بصراحه حقق في النهايه المطلوب بعد الدور الاول، تأهل إلى الدور ربع النهائي. بصراحة لم يكن أداء المنتخب الأردني مرضيا في الدور الأول من حيث الأداء، النتيجة طبعا النتائج والتأهل إلى الدور ربع النهائي هذا يعني شيء جيد، لكن الأداء في المباريات الماضية لم يكن مرضيا للشارع الرياضي الأردني، خصوصا الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام المنتخب المغربي. هذه الخسارة لم يتقبلها الشارع الرياضي الأردني. بعد ذلك واجه المنتخب الفلسطيني وحقق نتيجة كبيرة، فاز بخمسة أهداف مقابل هدف، وأعاد الثقة المنتخب الأردني، أعاد الثقة الآن يتطلع إلى أن يظهر بصورة أفضل في الدور ربع النهائي، ويعلم أنه يواجه المنتخب المصري وهو منتخب كبير وقوي، وشاهدنا طبعا المنتخب المصري في البطولة قدمه وحققه. طب أستاذ أشرف، مين أبرز اللاعبين الموجودين في المنتخب الأردني؟ وهل مباراة المغرب ممكن تكون مقياس على أداء الأردن أمام منتخب مصر، خاصة بيواجه فريق عربي إفريقي يوم السبت القادم؟ قبل ما احكي عن مباراتنا مع مصر حاب انوه لنقطة مهمة، انه المنتخب الاردني في بداية البطولة افتقد بعناصر مهمة ومميزة جدا. قبل بداية البطولة سريعا استاذ اشرف، افتقد المنتخب الاردني اللاعب انس العوضات بسبب كورونا، بعد ذلك غياب المهاجم المميز بهاء فيصل والمدافع محمد تميري والمدافع محمد خير الله. استاذ اشرف تمام، عشان وقتنا انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره يوم السبت القادم.